جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. طيب ما هو السبت الذي جعل عليهم لاختلافهم؟ السبت يا أخوانا من سبت، سبت، وقال الله في سورة النبأ جعل النوم سباتا. وأصل السبت والسبوت ما هو يا أخوانا؟ السكون والانقطاع. سبت الشيء انقطع، حتى يقولون سمد شعره وسبت شعره. وسبت يعني سكن وانقطع، هذا هو أصل السبت والسبوت. فجعل السبت اللي هو الانقطاع يعني لنقل كما قالها نبينا بلح، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني أثبت. فهمت وين وصلتك أخوانا؟ إنه هذا الاختلاف، هذا الاختلاف يقطع عليك ويثبت بك. فالأصل باتباع إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام أن تمضي ردحا مفتوح، شيء فسحة، أنما إذا خالفت أثبتت. شو يعني السبت أخوانا؟ وقف، انقطع. فالأصل أن نمضي في ردح، في فسحة، ولكن لما خالفوا وصار الاختلاف، صار الاختلاف، صار السبت عليهم. واضح؟ لو إننا نوصل أخوانا أنه لا تفلح هذه الأمة إلا بالاتباع. واللي قالكم أنه يعني اختلاف أمتي رحمة، أولا ورب هذا البيت ما صح هذا عن نبي الله أبدا، بل قال الصاحب الصالح ابن مسعود: الاختلاف عذاب. ولا مرة هذه الأمة فلاحها باتفاقها وراء نبيها عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فاللي قال لك الاختلاف والحمد لله هذه المذاهب يعني ساعة ورحمة، ولا مرة، ولا مرة، ولو كان كذلك لما اقتتلوا الأحزاب اليوم والفرق. لو كان الاختلاف والتفرق رحمة ما اقتتلوا ولا اختلفوا، إنما بما صار هذا سمى النبي هذا الاختلاف وهذه الفرقة دعوة الجاهلية، حتى أودت بنا إلى الدم. يعني ما أوصلنا إلى هذا إلا الفرق. خالفنا النبي الأمية عليه الصلاة والسلام وزعمنا أننا نسل أهل الكتاب وأننا أحرى باتباع أهل الكتاب، فكتبنا على كتاب ربنا وعلى كتاب نبينا زعما وشهوة أن الاختلاف رحمة، وقال الصالحون الصديقون: الاختلاف عذاب. فقال الله: اتبع ملة إبراهيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. واضح؟ فمن اختلف في الصالح المبين المتبع أثبت وجعل عليه السبت. ختاما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه. هم اليوم بعيدوا يوم السبت، إنما الأمة الإسلامية اليوم مثبتة، مثبتة بما الأصل بعد 1400 سنة من نبينا عليه الصلاة والسلام أن نطاول النجم والسماء. هذا اللي صار، أن نرضي يا ربنا. وين إحنا الآن؟ يلهو بنا ويعبث بنا اليهود والنصارى بسبتنا. ليه؟ اختلفنا فيه، اختلفنا في النبوات، اختلفنا في المبين. قال عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلكهم يعني أثبتهم. واضح أخوانا؟ مجد الله.